إنها بلدة صغيرة على الجزيرة، لكنها أهالت الأكفياء جيلا بعد جيل. فيها معبد عشيرة تشين، فلماذا حصل على خطوط لمسؤولين مهمين في عصر تشين؟ ولماذا بلدة لوجو الصغيرة أهالت أكفياء كثيرين؟ تفضلوا بمشاهدة لوتشو عشيرة تشين الباهرة من سلسلة بلدات قديمة من نافذة على الصين. تشين شيو ليانغ حفيد عشيرة تشين يقدم معبد عشيرته بفخر أمام باب معبد عشيرة تشين في بلدة لوتشو في مدينة فوتشو. اللوحات المكتوبة من المسؤولين المهمين في عصر تشين معلقة على الباب الرئيسي. فلماذا هذا المعبد الخاص بالعشيرة في البلدة الساحلية البعيدة عن العاصمة حظي بخطوط المسؤولين المهمين في عصر تشين؟ ما هذه العشيرة يا ترى؟ وما النجاح الباهر الذي كان عندها؟ بلدة لوتشو القديمة التابعة لحي تسانشان في مدينة فوتشو، وبعيدة عن مركز المدينة بثمانية كيلومترات، وإنها جزيرة صغيرة عند مصب نهر مين. لوتشو بمعنى جزيرة الحلزون باللغة الصينية. نالت هذا الاسم بسبب شكلها الذي يشبه الحلزون، كما أن فيها أسطورة عن إله الحلزون. هذه البلدة الصغيرة مساحتها 6.4 كيلومترات مربعة، وسكانها لا يتجاوزون 20,000 نسمة. ومع أنها بلدة صغيرة إلا أنها أهلت عددا لا يحصى من المسؤولين المهمين خلال عصري مين وتشين، وإن عشيرة تشين عائلة نموذجية في لوتشو. 我们罗州城市在明清时期出了22个进士，108个警人，出了尚书一个。 第十一个，第十一个，尚书一个，一个兵部侍郎，经历一个学士，在国民国时期出了十几个将军，现在有三个院士。إن الأكفياء ولدوا في هذه العشيرة، فلا عجب أنها نالت حظوة من المسؤولين في بلاط تشين. سو تسونغ تانغ كتب لوحة معبد عشيرة تشين. ولي هونغ تشانغ قدر أن عشيرة تشين هي تاج لوتشو، وتشان جي دونغ أثنى عليها كعشيرة عنقاء المزدهرة. بعد الدخول في المعبد، اللوحات المعلقة على الجدران كثيرة، يبدو أن هناك مبالغة فيها، لكن تشين شوليانغ قال إن ترتيبها ذو مغزى. ،都挂了牌匾，啊，现在还有108面，啊，没办法，啊，没有地方挂，啊，挂牌匾主要的就是说要激励后来人，要努力学习，啊，要有功于国家，啊，在祠堂里面才有里面的地位。 لا شك أن أسلوب التعليم هذا يحث أفراد عشيرة تشين. وبغض النظر عن اللوحات في المعبد، هناك أشياء أخرى تلفت الانتباه، إنها لوحات أصحاب المناصب في الممرات. هذه指示牌都是咱们陈代陈氏的后裔的这个当过的官职吗？这个都是牌，就是陈老李所当的官，但这里还不止，他总共占了24人。这是一个人所担任的官职。对。哦，他还不止这些，一共24人。对。 哦，那这些官职里面，他哪个干的时间最长？刑部尚书，他总共当了九年，当了九年，这么长时间。General Lin ولد في بلدة لوتشو القديمة عام 1759. بعدما نجح في الامتحانات الوطنية في 28 من عمره، نال مكانة كبيرة، وبدأ يخدم في البلاط عند 3 إمبراطورات، وترأس وزارة العدل في النهاية. إن نجاح تشين رولين بداية إنجاز لعشيرة تشين، مع أنه شخص مهم في البلاط، لكنه كان متواضعا. في المعبد، إن السنن التي ذكرها تشين رولين تحذر سلالته من أن تكون متواضعة كي ترفع من حظ العشيرة، وأن تتعامل مع أفرادها بتناغم.
إن تشين رورين نال ثناء من الشعب بسبب نزاهته وتواضعه، والأكثر من هذا فإن الإمبراطور من عصر تشين كافأه مرات، واللوحات الخمسة المباركة الممنوحة له من الإمبراطور جيا تشين وداو كوان. 一般人家挂福字就挂一个福字，咱们这一件挂了五个福字是怎么回事？因为说按照我们福州人来讲，人生要享五福，第一个福就是说贵，做官才会贵；第二个福就是禄，吃过家的俸禄；第三个福就是寿，男人要享50岁以上；第四个福就是说要有子孙。 خمس لوحات هي أعلى ثناء لتشين رولين، ونجاح عشيرة تشين الباهر لم يتوقف عنده. هناك عشرة أشخاص نالوا مناصب في الامتحانات الوطنية خلال أكثر من 10 سنوات بعد تشين رولين. ما هي ميزات بلدة لوتشو حتى أهالت هذه العشيرة الماهرة؟ بالقرب من معبد عشيرة تشين يقع منزل تشين رولين القديم. هناك لافتتان على باب المنزل تصفان موقع لوتشو وصفا حيا. الجبل الذي تواجهه بلدة لوتشو جنوبا يشبه خمسة نمور، فيسمونه جبل ووخو، أي جبل النمور الخمسة. هذا جزء من نهر مين المجاور للبلدة يسمى نهر وولونغ، ويقال إن موقع لوتشو الرائع هو سبب تأهيل الأكفية. بانيو يعمل في مجال الثقافة في حي سانشان في فوتشو، وخبير في التاريخ الإنساني للوتشو. برأيه فإن الاهتمام بالتعليم يؤهل المثقفين في لوتشو مباشرة. اليوم ما زال معبد الثقافة من عصر تانغ محافظ عليه في لوتشو، وهو معبد ثقافة البلدة الوحيد في مقاطعة فوجيانغ. في عصري تانغ وسونغ قوانين صارمة منعت البلدات من أن تبني معبد الثقافة، لكن من الواضح أن هذا المعبد الذي احتل 700 كيلومتر مربع انتهك القوانين. يقال إن عمدة المحافظة كان يريد أن يهدم المعبد بعد إتمام بنائه، وعندما تجهم الجميع أحد المثقفين أعلن أنه قادر على حل المشكلة.我们建这个文庙确实是伟志，可以由你们官府来处理，但是史上只听说建文庙未见拆文庙，是否如果是拆了文庙，该当何罪？然后呢，县衙再也不敢去追究这件事。 تنبيه المثقف هذا حمى المعبد من الهدم. بعدها أنشئت المدارس والكتاتيب تدريجيا في لوتشو وفي أماكن حولها، ومنذ ذلك الحين ثقافة التعليم شاعت في لوتشو. وأحد الأشخاص المهمين في تاريخ الصين ولد في منزل عشيرة تشين القديم. إن منزل عشيرة تشين وولو شهد مسيرة عشيرته ل100 سنة، فلماذا الإمبراطور الأخير بوي كتب لافتتين لعشيرة تشين؟ تفضلوا بمتابعة لوتشو عشيرة تشين الباهرة.
إن وو لو منزل عشيرة تشين يقع في قرية ديان تشان في بلدة لوتشو. بناه تشين تشين جو حفيد تشين رولين بجانب المنزل القديم، وهو شهد مسيرة عشيرة تشين خلال قرن.这个牌匾是宣统皇帝送给这个屋主人的，这个寿匾，是他82岁高龄的时候的生日，而且在他前一年又是他中进士满一个甲子，就是60年。哦，这个很不简单，这关键是进士满60年。这进士满60年人还在，而且还为官的实在是非常少。 所以说他有这样的一个荣誉。这什么意思呢？这个，这个秦陵人类，秦陵就是参加科考，中国进士称为秦陵，因为有父秦陵宴，然后人类是种高富的人才有这个人类的支撑。من نال حظوة من الإمبراطور حتى أنعم عليه بهذه اللوحة في عيد ميلاده. نظرا لأن معظم أحفاد تشين تشين تشيو يقيمون خارج الصين، فالحكومة مسؤولة عن إدارة هذا المنزل القديم. هذا هو المنزل الذي شيده تشين تشين تشيو في البداية. إنه أنيق وفاخر، وكل تفصيل فيه يتضمن مغزى خاص. 灯杆在这个福州地区的建筑是非常重要的作用。你比如说，它钉在上面钉子，不能全钉进去，一定要露出来，叫露钉。就是说，它才有以后才有蓝钉才能兴旺。还有一个，它的所处的位置也有讲究。建成以后要请风水先生来看，认为你这个家都比较适合留在本地来发展，还是到外面去发展。它一定下来以后就可以。你比如说，它这个在 中级的前面，在中级的前面，那就是说他要到外面去发展。 ربما تكون مصادفة، فمعظم أحفاد تشين الناجحين تطوروا في الخارج، لكن تشين تشين تشيو استثناء بينهم. تشين تشين تشيو نجح في الامتحانات الوطنية في 25 من عمره، لكنه لم يعمل في الحكومة لوقت طويل حتى استقال بحجة العناية بوالده في الوطن. لكن في الحقيقة والده كان في 42 من عمره، ولا أحد يعرف الأسباب الحقيقية لاستقالته. لكنه اعتنى برجل مشهور عبر التاريخ بعد عودته إلى الوطن. لدى تشين تشين تشيو 6 أبناء، 3 منهم نجحوا في الامتحانات الوطنية، والباقون نجحوا في امتحانات البلدية. إن ابن تشين تشين تشيو الأكبر هو الأذكى بين أولاده. 陈宝珍就出生在这个大院落里头，他是3岁中秀才，18岁中举人，21岁中进士，36岁就做到学士、监理部侍郎。他开头的这个官宦的这个路途走得是比较顺利，所以当他这个在37岁担任这个会办南阳大臣的时候呢，他的父亲就非常担忧，写信给他说。 像你这么年轻就担此重任，我很为你担忧。إن قلق تشين تشين تشيو مقبول، وبعد مدة قصيرة نزلت ورطة بتشين باو تشين. دخل تشين باو تشين البلاط في 60ات القرن 19. في تلك الحقبة كانت الصين بين نارين من الداخل والخارج. أم الإمبراطور سي تشي صاحبة القرار في البلاط، وتشين باو تشين ذا صيته بصراحته وشجاعته في انتقاد عيوب البلاط، حتى إنه تجرأ على إغاظة أم الإمبراطور سي تشي. أخرج خادم سي تشي المخصي من القصر بانتهاكه القواعد وأعاقه الحراس، وبعدما عرفت سي تشي طلبت معاقبة الحراس. تشين باو تشين أقنعت سي تشي ألا تقتل الأبرياء، ولذلك نال ثناء من المسؤولين في البلاط لمروءته، لكنهما غرسا بذرة كارثية له. عام 1833 نشبت حرب بين الصين وفرنسا.
بعد سنتين المسؤولان اللذان رشحهما تشين باو تشين فشلا في الحرب، ما ورط تشين. حكومة تشين خفضت منصبه 5 درجات، ورجع تشين باو تشين إلى بلدة لوتشو في 38 من عمره. كيف واصل تشين باو تشين حياته بعد تعرضه للمحن؟ وما هي الأيديولوجيا السياسية الموجودة في صناديق الكتب النفيسة؟ تبرع تشين باو تشين بمعظم كتبه لمكتبة الجامعات في فوتشو في شيخوخته. تفضلوا بمتابعة لوتشو عشيرة تشين الباهرة. هذا بناء بي وان في وولو لعشيرة تشين، وكانت هناك صورة للإمبراطور علقت على هذا الجدار. كل صباح تشين باو تشين المستقيل يتطلع إلى بكين من هنا، وسجد باتجاه الشمال. في بناء شي، القرويون المجاورون دائما ما يرون المسن متأففا ومتجها إلى الشمال على شرفته. 陈宝珍当时经常在这里看着日出，那在远处那个农作的农民经常能够看到他在这里蓝蓝有时，或者是泪流满面，说他有老头子有点疯疯癫癫呢，实际上他并不是这样，他当时完全是一个担忧着当时的时事，在回想当时能够参与国家的这个政事，为国这个分忧。 而现在是空有一身抱负，却无法为社会来做出一些贡献，那这样一种的惆怅的心情。 لا أمل له بالرجوع إلى البلاط. تشين باو تشين قضى حياته في قراءة الكتب والقصائد، وبدأ يشيد العمارة الجديدة في المنزل القديم. بناء تسي شو، البناء الأول الذي شيده تشين باو تشين بعد عودته إلى البلدة. فيه الكتب التي أهداه إياها الإمبراطوران جياتشين وداوغوان، وبجانب البناء شيد تشين باو تشين بناء القراءة، وعدد الكتب في هذين البنائين يتعدى 100,000. في أواخر عصر تشين قيل إن عدد الكتب عند عشيرة تشين هو الأكثر في مقاطعة فوجيان، لكن الآن لا شيء موجود في هذين البنائين. وفقا لتقديم بان يوي، تشين باو تشين تبرع بمعظم كتبه إلى مكتبات الجامعات في فوتشو في شيخوخته، فهل من الممكن لنا أن نرى هذه الكتب؟ جامعة المعلمين في فوجيان يعود تاريخها 100 سنة. هي مطورة عن دار المعلمين في فوجيان التي أسسها تشين باو تشين. هنا الكتب المحفوظة التي تبرع بها أكثر من 10,000 كتاب. 陈宝珍书记，陈宝珍的最后最小的儿子叫陈佑提时的。那这个里面的书都是陈宝珍捐赠给咱们。啊，请进。哦，这样。啊，这个，这都是什么？都是书箱啊。书箱，对，书箱。哦，没有像那个书架那种摆放是吧？没有，它这个是针对南方这种古籍的容易。 那个画眉展巢，或者说展虫，它专为一只书箱，既还虫也还巢，然后也还城，所以它这个书箱是不是也都是当年陈宝琛家里他们自己做的呢？从我们现在考证来看，应该是当年到他家做的。你看这个书箱上面这个刻的这个书名，这个字体跟这个颜色都是一模一样的。哦，应该是他们家的，都很精致，都很精致。所以这些书箱就是。 到现在为止，至少都是百年以上的，百年以上的书箱，对。
صناديق الكتب الأنيقة هذه تدل على منزلة الكتب عند عشيرة تشين. هذه الكتب لا تقتصر على الكتب الخاصة بالعشيرة، بل تتضمن الكتب من البلاط. كتب عشيرة تشين تضم معارف في كل الميادين عدا الكتب من الإمبراطور. فيها دواوين لمثقفين محليين والكثير من الكتب ذات أغلفة أنيقة. 从常常来说，藏的这个图书来看，它有多种形式的，啊，一种比较大套的，比较大套。它反正一个箱子就是一套书，一个箱子就一套书。那有一些书呢，它比较小的，就像我们要袖珍本，古代叫做金箱本，啊，比如说像这一套，是御制白居易新乐府，啊，它这个点心的金箱本，做的非常的讲究。你看，它这个书面的这个题是这种的红木的，那里头是册页的。 一页一页的，便于他这个在路上阅读的。这个能拿开吗？可以一页一页都可以打开。您分离一下，能我看看。我可以拿是吧？可以拿。它这个叫金箱本，完全可以单拿这个，就我们现在卡片似的。这非常便于携带。对，非常便于携带。这可以打开。 إن عشيرة تشين عشيرة متعلمة، إن الكتب جزء ضروري من حياتها. إذن لماذا تشين باو تشين تبرع بهذه الكتب التي حافظ عليها جيلا بعد جيل؟ 陈宝琛呢，他还有个非常新的一个藏书理念，他看到了西方这个图书馆制度传到中国以后，图书馆最大的一个跟藏书楼不一样，就像公共开放，所以呢，他提出了一个。 藏书就藏于私不如藏于公，所以呢，他首开福建私家藏书大量向图书馆捐赠的先河。 منذ عام 1929 تشين باو تشين أسس دار قانون خاصة في فوجيان وجامعة اتحاد فوجيان وجامعات غيرها على التوالي. تبرع بكتب عددها يتجاوز 50,000 وشرطه الوحيد هو أن يسمح للأساتذة والطلاب جميعهم بقراءة الكتب مجانا. تبرع بالكتب وحرص على التعليم. إن تشين باو تشين لم يتوقف عن خدمة الوطن بعد عودته لبلدته. المصير يعبث بالناس. بعد إقامته في البلدة ل 25 سنة منعزلا ومهموما، لم يخطر في بال تشين باو تشين أن المصير منحه فرصة ليخدم الوطن. عام 1908 توفي الإمبراطور غوان تشو وأمه، وحصل الإمبراطور الأخير بويي على العرش. عام 1909 بلغ عمر تشين باو تشين 62 سنة، وأعيد إلى مكانه في البلاط ورجع إلى بكين. بالنسبة لأحفاد عشيرة تشين، إن هذه الألقاب ليست سبب فخرهم، بل هوية تشين باو تشين باعتباره أستاذ الإمبراطور. منذ عام 1911 بدأ تشين باو تشين تعليم لغة قومية خان لبويي، ومن وجهة نظر بويي إن أستاذه ليس معلما قديم العصر. بويي曾经在他的回忆录《我的前半生》里面有这样对陈宝琛进行过评价，说他是我的唯一的这个精神支柱。 عندما أعيد تشين باو تشين واستعد لخدمة الوطن بكل حماسة، هلكت مملكة أسرة تشين. تشين باو تشين رافق بويي وترك المدينة المحرمة، وبعد ذلك غادرا بكين معا. أقنع تشين باو تشين بويي ألا يذهب إلى تشانشون وإن يميل إلى اليابان، لكن دون جدوى. فانصرف عن بويي في عام 1932. في ذلك الحين تشين باو تشين المسن ليس لديه قدرة على العودة إلى بلدة لوتشو،
وفي عام 1935 رحل تشين باو تشين في منزله في بكين وانتهت حياته بعد 88 ربيعا وخريفا. إن تشين باو تشين ولد في حقبة خاطئة، لكن عشيرة تشين لم تنحط. داخل معبد عشيرة تشين من صور أحفاد العشيرة المتفوقين المعلقة على الجدران، نعرف أن عشيرة تشين أهالت الأكفياء الممتازين للوطن، ومن بينهم عالم اقتصاد وأكاديمي في أكاديمية العلوم وآخر فيزيائي. وليس جديرا بالنقاش أن هذه العشيرة تزيد زهو بلدة لوتشو.